دلوقتي هعمل الكشكشة اليدوية. طبعا بيكون عندي المكان المحدد اللي انا عايزة اعمل فيه مكان الكشكشة، بيكون عندي علامة كده زي العلامة الموضحة دي. كل اللي انا بعمله ان انا بعمل فوق العلامة دي علامة تانية نص سنتي او اقل، تقريبا ممكن 3 ملي فوق العلامة الاصلية وتحتها، بحيث في النهاية يظهر عندي 3 خطوط. طبعا كل ما كانت المسافة أضيق كل ما الكشكشة ادت نتيجة افضل زي ده كده. في الكشكشة اليدوية كل اللي انا بعمله ان انا كل علامة من ال3 علامات اللي عندي دول امشي عليها بغرزة سراجة ضيقة جدا او غرزة ضيقة جدا. اسحب الخيط بتاعي كده، لازم اراعي ان انا ما اسحبش الخيط للاخر، اسيب طرف منه هنا وطرف في النهايه. في النهايه بيطلع عندي 3 اطراف في اليمين و3 اطراف في الشمال. كل اللي انا بعمله ان انا بشد ال3 اطراف اللي هنا مع ال3 اللي هنا ووزع مقدار الكشكشه على الجزء بتاعي كله، بيكون شكلها في النهايه كده.